بس البيت ما بده يحلق، ما له زمان حالق. أنا مو جاي مشان أحلق له يا أختي. لك عن شو قل له؟ قلي له بس إنه صفوان عاوزك. شو في يا أخ؟ شو بتريد؟ أنا جاي أشوف البيك والله يا أخي. الوالد؟ إيه سالم بيك. والدي جوا بدرية؟ إيه البيك جوا. طيب فوتي قلي له إنه في واحد عاوزه. حاضر. يا أبني وشلونه أبوك؟ شلونه عمك أبو عبدو؟ الحمد لله يا بيك، كلهم بيدعوا بسلامتك. ليكون أبوك عاوز مصاري؟ لا لا يا بيك، لا الحمد لله نحن مو بحاجة. أيوة، لتكون جاي مشان العسكرية؟ لا والله كمان لا يا بيك، أنا وحيد ما بروح على العسكرية. لك مشان شو جاي؟ جيت يعني أنا بشرفني أني أطلب إيد بنتك. تطلب إيد بنتي؟ إيه يا بيك، يعني إذا ما بيزعجك. طيب أنت شفتها؟ لا أنا لمحتها هذيك المرة وقت كنت عم بلمحلة، وقت كنت عم بحلق لها لمحتها شوي. طيب ليش ما أجا معك أبوك لحتى يطلب لك إياها؟ والله يا بيك أبي يعني هو كان بده يجي، بس هو يعني قال نحن ناس عاديين وخجل وانتو بكوات، فخاف انه يطلب منك وتكسر بخاطره. يعني ابوك موافق انك تطلبها؟ لكن يا بيك لكان والله ما يدري انك وافقت لحتى يطير العقل تبعه من الفرح. عود يا ابني عود. بدرية يا بدرية. امور يا بيك. شوفي صفوان شو بيحب يشرب. شو بتحب تشرب؟ اي شيء اي شيء. وين راح البيك؟ ما بعرف. هو مهروب أحسن لك، هذا أكيد ناوي على الشر. لا لو كان ناوي لي على الشر كان بين على وشه، بس وين تركني روح؟ وعليكم السلام. تفضل تفضل. اسمع يا ابني، انا ما عندي بنات، وهي البنت اللي عم تحكي عنها هي بتكون بنت اختي. مسكينه يتيمه الاب والام، وانا ربيتها من وقت كانت صغيره، يعني بدك تقول بسعر بنتي. يعني يا بيك ما بتفرق ان كانت بنتكن ولا بنت اختكن، نفس الشيء. لكن توكلنا على الله. يعني حضرتكم موافقتوا يا بيك؟ طبعا موافق. بس يا ابني بدي اقول لك شغله، يعني هي البنت امانه برقبتي، لذلك لازم اضمن لها حقها. لكن يا بيك لكن الحق ما بزعل. شوف يا ابني، هي البنت متقدمها ذهبي عصمليه ومتأخرها 500 دابة عصمالية. بتعرف ليش؟ لأنه ما بتعرف، بجوز بعد ما تتجوزوا ما تتفاهموا تختلفوا، بعد يومين ثلاثة ما تعجبك تقوم تطلقها. أعوذ بالله يا بيك، أعوذ بالله. خلص مثل ما بدك، بعدين أنا مستحيل طلقها، يعني مستحيل فكر أني طلقها أساسا. قال درويشة قال يقبوني الدرويش كلهم كرماله. إيه وين ناوي تسكنها؟ يعني يا بيك بدك تعذرني، انا مؤقتا بدي اسكنها مع اهلي، بس بعدين ان شاء الله بشتري لها بيت، بس هلا ماني قادر اشتري بيت دغري. لا 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 لا، انا بدي اياها تسكن مع اهلك، لانه مثل ما شفت البنت درويشه وعلى البركه، بعدين امك بتعلمها بتدير بالها عليها، وبعدين هي يعني مع عشره العيله بتتحسن احوالها شوي شوي. يا بيك وليك لا فكره من الناحيه ابدا ابدا، بس انا بعد اذنك عندي طلب صغير. تفضل يا ابني احكي. يعني يا بيك مشان اللبس، يعني حضرتكم بتعرفوا انه عاداتنا بالحارة المرأة لازم تكون مسترة، ولبس بنت اختكم يعني ما بيناسب اهلي،
فأنا من بعد أمرك بدي لبسها ملاي ومنديل. إيه شو علي؟ هذا حقك يا ابني حقك. الله يطولنا بعمرك يا بيك، والله فضلت على راسي. الفضل لله يا ابني. إيه سيدي، أنا بكرة مسافر على بيروت، وبجوز غب لي هيك شي شهر زمان، بس ارجع إن شاء الله جيب أبوك وتعالوا لحتى نكتب الكتاب. بس يا بيك. بس شو يا ابني؟ يعني مو شايف إنه شهر كتير؟ شو رأيك نكتب الكتاب هلا، وإن شاء الله بس ترجع بالسلامة من بيروت بجيب أبي ومنجي ونعمل كل اللي هي. يعني بصير نكتب الكتاب وأبوك مو موجود؟ ما بصير يا بيك. قلت لك أبي إذا بيدرى إنك وافقت راح يطير عقله من الفرح. بعدين هلا يعني هيك الوقت تأخر، وخاف بين ما أروح وإجي يكون تأخر أكتر وما نلحق. إذن توكلنا على الله بنكتب الكتاب. الله يخلينا ياك يا بيك. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك يا شيخي. إن شاء الله ألف مبروك يا أبني. الله يبارك فيك يا بيك. سلمى يا سلمى، تعالي قعدي مع خطيبك. We should go to the station now. The train should go now. I'm ready. Tell Jama to carry the bags to the wagon. Hey, أخ صفوان، نحنا مضطرين نمشي. بدنا نلحق القطار لأنه مسافرين على اسطنبول. إن شاء الله هيك بس نرجع المرة الجاية بتكون أنت وخطيبتك تجوزتوا، وبنيجي أنا وريتا مبارك لكم. بالمناسبة نسيت أعرفك، ريتا مرتي هي إنجليزية أساساً. وعلى فكرة كتير عاجبة لبسك. الشروال والطاقية كتير عاجبة لبسك. ما هيك ريتا؟ You like his clothes? Oh yeah, I like it very much. It's traditional. It's so nice and exciting. يلا يا جماعة دعونا. إن شاء الله ألف مبروك. إن شاء الله هيك نشوفكم السنة الجاية برفاهة والبنين. يا جماعة. Good luck. Good luck. هلا ما أنت اسمك صفوان وأنا اسمي سلمى. إيه وأنا اسمي سلمى وأنت اسمك صفوان. أنا شو سويت بحالي يا باطل على هالوقعة اللي وقعتها؟ والله أنا مبسوط والبيك وفى ومستعجل بده يكتب الكتاب والمؤخر 500 ذهبة يا حبيبي. لا ما لوين بدي روح؟ بشرفي حس عادي رح اختنق. بنت عمي ما عجبتني، وبنت عمتي ما عجبتني، وبنت خالتي ما عجبتني، وجيت وقع هالوقعة مثل الحمار. ايه العين تطرقني. خالو 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 خالو، هلا انا مو مرته لصفوان. يا الله. طبعا يا حبيبتي، انت مرته على سنة الله ورسوله. ايه، والبنت لما تتجوز ما بتحبل وتجيب ببو؟ طبعا خالو طبعا. طيب انا ليش هلا ما صار عندي ببو؟ بدريه يا بدريه، تعي خالو تعي قعدي عندي شوي. تأمر يا بيك. هذا صفوان ما عاد اجى لهون؟ لا والله يا بيك، من يوم ما خطب سلمى لا بين لا اجى. على كل حال هلا انا مسافر على بيروت، وبس ارجع ابقي ذكريني لحتى اعرف شو قصته. الله يرضى عليك يا بدريه، ديري بالك على سلمى بغيابي، وهلا خديها لجوا وفهمي منها ليش زعلانه. بعدين يعني انتو نسوان بين بعضكم، فهميها شو بيصير بين الرجال ومرته وقصه الحبل والولاده هيك شيء. مسكينه مو عرفانه الله وين حاططها. تؤمر يا بيك. يلا حبيبتي قومي، ما بدي ببو. قومي انا هلا بدي ببو. شو حبيبتي زعلانة؟ لا حول ولا قوة الا بالله.
كاتب لها 500 ذهب مأخر. أمي مشان الرسول لازيدي على قلبي. لازيد على قلبها. قال لي صايد لك شي غزالة تقبرني. قولي على أنتي. قال راح القاور وتبعور. ما يجي أبي بحياتك شفت شي مرة مربية كلب وسطى؟ لا إله إلا الله يا مو. بس كأنه هالعروس جذبة مو هيك؟ على أساس أنتي أنظر. إيه لا بس أنا ماني مثله. إيه شو جاب لي جاب مو هيك يا أبي؟ إيه الله يسلمك. البيك هون؟ والله البيك مسافر. ولاده في حدا منهم هون؟ لا والله ما في حدا. أهلين حماتي. كيفك حماتي؟ أهلين تمام حماتي. الله يوفقك الله يخليكي خديني معك. بدرية ساويت لي لعبة بدي فرجيها لزكية. الله يوفقك حماتي الله يخليكي. خير مصفوان شو في؟ ما في شيء. طلع من هون. شو؟ لكن مو عيب عليك تفوت لعندي على الأوضة؟ أخي أنا بدي نام هون. بالله شو؟ إيه ما فشت عينك؟ لك أنت ما عندك حريمات؟ اف الآن بلا عندي. لكن يلا روح نادري زكية بدي نام أنا وياها. اف يا والله عين العقل عين العقل. زكية يا زكية. شو بدك منها يا مو؟ هيا طلعت نام عند هاي فوق. يو وليش بقى؟ هذا الخانو عيب نام انا وياها بوضة وحدة. يا اخي هيك تعي لقلك اتركيها احسن اجت منها. عاوزك كلمتين تعي يا ابو تعي.